اليوتيوب يمتي يدزون الدرع. ترى مليت والله، جت لي فكرة. يوتيوب الدرع اليوتيوب ما وصلني لحد الآن. وش تريدني أسوي؟ قناتك راح توصل نص مليون، درع لحد الآن ما وصل. اعطيني حل، اعطيني حل يوتيوب. انا دزلت لك الدرع بعد انت المسؤول عنه. ما تقدرون تسوون لي واحد ثاني؟ لا حبيبي ما يصير، بس عندي حل ثاني تقدر تفيدك بيه. شنو الحل؟ ان تسوي قناة ثانية وتوصلها 100,000 مشترك. هاي يوتيوب، يوتيوب ما يصير هيجي. يا هاي سياسة اليوتيوب حبيبي ما يصير. 100,000 واي صعبة، ولا واحد مسواها بيوم واحد. اكو واحد راد يسويها وما نجح. يا هو قصدك؟ لا تقول اسمه رجاء، اكيد كنا نعرفه. عندي لك حل ثاني غير ال 100,000؟ ايه قول. حل انه تطبع الدرع وتخليه على الحائط احسن لك. لا يا زمن وش باقي اكثر ما خذا، لا يا زمن ما يوم في عمري وفاء. يا زمن ترى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل شيء صار خير وياكم هديار. الحلقة اليوم عبارة عن اليوتيوب قال لي فتشي، خابرت اليوتيوب، قلت له الدرع ما اقدر، بلكي تعطيني درع ثاني. قال لي ما يصير اعطيك درع ثاني. قال لي بيودي باي ما انطيته درع ثاني، تيجي اعطيك درع ثاني. قلت حاولت واسطه، احنا كل دائما واسطات، ما قبلوا. قال لي اكو طريقتين. طريقه الاولى انه تسوي قناه ثانيه توصلها 100,000 تحصل الدرع. طريقة هي انه شباب، انه قناتي الثانية، ها هي قناتي الثانية شباب، بي حاليا 15,813، هل اقدر اوصلها 100,000 على مداخلة الدرع؟ ما ادري صراحة، صعب. بس نقدر اذا انتم موجودين هسه، انتم 100,000 واحد او 200,000 واحد جاي يشوف الفيديو، اذا رحتوا هسه واكو رابط بالتعليقات دستوا عليه ودستوا كلمة اشترك، راح نوصلها 100,000 وحصل الدرع. وخابر اليوتيوب اقول له الدرع وصلني. قدرون لو لا؟ اكيد تقدرون، رابط القناة بالتعليقات، تقدرون تنزلون جوا وتدوسون على الرابط وتطبون تشتركون بالقناة. تحت قراك احمد اي روك كليك. شباب راح نتغير اسم القناة، راح تصير مو مثل انما روك ليك روك ليك. لا شفت روك ليك ما تجيب تفاعل قوي، انتو ناس تردوني على طبيعتي، انا انزل هيك اتحرك وكل شيء اسوي. شباب راح تصير قناتي الثانية، انا شخصيتي انا، مو شخصية احمد يار الماينكرافت او شيء. لا تكون قناتي الثانية غيرها. اذا وصلناها 100,000 شباب راح يختلفوا هواي سوالف. اوكي اوكي. طبعا شباب ادق لكم شغلة على قناتي الاولى، فشكرا على الدعم اللي جاي يصير باخر فترة، دعم خرافي. يعني نجيب بيوم واحد 150,000 مشاهدة، شيء خرافي. هذا الفيديو شباب خلينا نوصله 50,000 لايك. تدرون ليش؟ تدرون ليش؟ نزلت فيديو واخيرا وصل حاليا
نقدر نوصل هذا الفيديو 50,000 لايك والقناة الثانية نعبر 50,000 مشترك؟ نقدر لو لا؟ اكيد نقدر. انت اللي جاي تباعلي باولي باولي بعد باولي بعد مو هالدرجة ارجع شوي بعد اي انت تباولي اكيد طبعا انا ما جاي اشوفك استجا اشوف. بالنسبة شباب اكو ناس هواي ما تعرف نشري. انا قلت بالفيديو ماله اخيرا قلت راح يصير نشري احد ثلاثاء خميس اوكي بس اليوم نشرته هيك بوقت فاول فاحد ثلاثاء خميس راح يكون نشر الساعة بالثنتين الظهر. انا قلت بالثلاثة بس هل ما راح اسوي بالثنتين يلا وصلت الحلقة شباب شنو لا لا طقنا بلايك اي النهايات ماتي طقنا بلايك وتشترك بقناة دات مشتي وشوف فيديوهات نسها اراكم قريبا سوي ليتر في امان الله مع السلامة باي باي. Maybe. You should pull the fucking trigger. Pull the-